صدم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري الجمهور بظهوره بمظهر جديد ومغاير عما قبل، حيث حلق شاربه ولحيته في خطوة مفاجئة. وأطل بوشهري على متابعيه بمظهره الجديد، حيث أبدى إعجابه بغمازتيه اللتين برزتا بشكل أكبر بعد إزالة شاربه ولحيته، لافتاً إلى أن متابعيه لن يتقبلوا شكله في البداية لكنهم سيعتادون عليه فيما بعد. وتساءل المتابعون عن السبب الحقيقي الذي دفع بوشهري إلى اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، حيث أشار البعض إلى أن فهد الزهراني زوج شقيقة الناشطة السعودية فاطمة الأنصاري طليقة يعقوب السابقة له يد في الموضوع، إذ إن خلافات كبيرة كانت تواجههما. وتساءل الجمهور ما إذا كان فهد قد أجبر يعقوب على حلق لحيته وشاربيه على خلفية خلاف جديد بينهما. ومن جهة أخرى، شارك بوشهري عبر حسابه على سناب شات مقطع فيديو له داخل صالون الحلاقة وذقنه مغطاً بمعجون الحلاقة، مشيراً إلى أنه يود معرفة ما إذا كان قد كبر في العمر بعد بلوغه 40 من العمر. لكن ما لبث يعقوب بوشهري أن خرج عن صمته ليكشف عن السبب الحقيقي لحلق لحيته وشاربه. وظهر بوشهري عبر حسابه في فيديو نشره على سناب شات أوضح من خلاله أن السبب في ذلك هو الاستجابة لرغبة رجل غني. وعلق بوشهري قائلاً: جاني اتصال من أحد الأغنياء يرسل لي دعوة وقال لي ملت وتعال. وكان بوشهري قد ظهر في مقطع فيديو داخل صالون الحلاقة وذقنه مغطاً بمعجون الحلاقة، مدعياً أنه يريد معرفة ما إذا كان قد كبر في العمر بعد بلوغه 40. يعني اتصال اليوم من واحد أمور. ألو يا هلا شونك يعقوباني. كما بدا واضحا الصدمة على ملامح أصدقاء بوشهري الذين ضحكوا على شكله، ما دفع الأخير لسرد قصة مضحكة لضابط الشرطة استوقفه لطلب رخصة قيادته، وحينما نظر إليها طلب منه الاتصال على والده نظراً للاختلاف الكبير بين شكله في الرخصة وعلى أرض الواقع. وأوضح بوشهري أنه قرر اعتماد هذا المظهر بعد استخدامه لفلتر في سناب شات أعطاه لمحة لما سيبدو عليه دون شارب ولحية، إلا أن الواقع صدمه.